تعالي حبيبي. يلا بسم الله. ها؟ وين؟ وش هذا؟ وش ده؟ وين أثاثنا؟ وين أثاثنا؟ وش السالفة؟ لا يكون بس في حرامي جاء وسرق أثاثكم، لازم نبلغ الشرطة. ايش فيكم؟ ايش فيكم؟ ترى جدي جبر هو اللي خذ العفش. وليش ياخذ العفش ان شاء الله؟ جاء هو مشبب وعايض، خذ العفش حطه بسيارتهم. وين اثاثي؟ انا لازم اكلم امي، وين اثاثي؟ انا بقول لك انت ايش جنسك انت؟ انت ايش قصتك انت؟ انا بموت بسبتك. زود ان اخوي طاردني من البيت عشانك. تروح تقوم تبيع الاثاث؟ على اي اثاث تبيع الاثاث؟ ثويث ثويث أثاثنا تغلطان ترى. أقولها بث أنت ويا. اهدى شوي اهدى شوي يا غريب، مو كذا. يا أخي إلا كذا وردة من كذا. يا ابن الحلال لا ينطق فيك عرق أنت. أنا قالوا لي تركت البيت، قلت خلاص هذا ما هو براجع، وش درانك ترجع؟ تقوم تبيع الأثاث؟ ليش يا أخي؟ يا ابن الحلال قلت هذا الأثاث ما حد مستفيد منه. رحت بعته نطلع كم قرش؟ تنفعك يا أخوي في حياتك الجديدة. وش تكيلك أنا؟ أنا مشتكي لك أنا. يا أخي إيش قصتك أنت؟ زودن على أنك سارق أثاثي، تبي تحملني جميلة بعد؟ يا جماعة يا الربع ما يصير، إحنا تونا طالعين من مفاوضات صعبة وطويلة عريضة، تدخلونا بعد مشكلة ثانية. وأنت بعد ترى أنت يا جبر ألغى الأطراك بك من راسك لين رجلينك. شلون أفهم أنا؟ شلون تبيع أثاث الرجال وهو غايب؟ صدقني صدقني ما دريت انه يبي يرجع، ما ادري يا ابن حلال. على كل حال على كل حال نبي نخلص هالسالفه ذي الحين. تنقز للمحل اللي بعتهم الاثاث تقول لهم هونا ما عاد نبي هالبيعه، تاخذ الاثاث وتحطها بشقه غريب وخلصنا. والله ودي من عيوني بصراحه، بس نقصت السيوله عندي شوي وتصرفت في الدراهم. دوخي دوخي نظرني انا، تسمح لي اذبحها؟ لا تسمح لي دوخي. يرحم امك ابوك، قل لي اسمح لي انت، بس اسمح لي اذبحها. تسمح له؟ لا تسمح لي. لو سمحت تفضل تسمح لي انا واخوي. ايوه نذبحك. والله ما انصحكم، عندي كورونا.